من الشباب المتظاهر يصعب ترويضه، وأيضا المطالب تتعدد بين خدمية وصحية واقتصادية. هل ستكون تظاهرات البصرة وذي قار ربما الشرارة الأولى لانطلاق تظاهرات أخرى بعموم العراق؟ ممكن جدا، ممكن جدا. اليوم هناك مشكلات، يعني مشكلات البصرة، التظاهرات في البصرة هي تعكس نفس المشكلات للشباب في العمارة، في الناصرية، في السماوة، في الديوانية، في النجف، في كربلاء، في بغداد، في الموصل، في تكريت، في سامراء، في بعقوبة، في كل المدن. هذه مشكلة يعني عراقية. اليوم إذا طلع الشباب في البصرة بمناسبة زيارة السيد السوداني للمحافظة، لا اعتقادهم أنه ستصل هذه الطلبات. أي نظام سياسي سيدتي يجب أن ينتبه إلى ويلبي المطالب الشعبية، مطالب اقتصادية، مطالب اجتماعية، مطالب ثقافية، علمية، كرامة، سكن، ثقافة، نعم، صحة، تعليم، غيرها من الأمور. يعني هذه هي وظيفة أي نظام في العالم. لكن مع الأسف نعاني أو يعاني الشباب في العراق أن هناك مطالب، هناك احتياجات، تدرك، نسمع تصريحات، نعم، لكن عمليا مع الأسف لم تجد الحكومة حلول جذرية، ولم نلاحظ أن الحكومة أصدرت أرقام تقول لنا مثلا الأمية انخفضت من 12 مليون ل 8 ملايين، أو الفقر انخفض من 11 مليون إلى 6، أو البطالة انخفضت من 15 مليون إلى 10، حتى نقول إذا هناك تقدم خلال السنوات القادمة ممكن يحصل تغيير. لكن مع الأسف هذه العلاقة التواصلية التفاعلية بين السلطات الحكومية التنفيذية التشريعية تقريبا شبه محدودة، إذا ما نقول معدومة.